بالتأكيد أزمة الكهرباء هي مستمرة من سنة 2003، لكن لنكون موضوعيين في هذا الملف، لابد أن تكون أو عندما يكون وزير للكهرباء في فترة ما الأربع سنوات عليه أن يكون يقدم إنجازا، وبالتالي اليوم أكثر من 40 مليون عراقي ينتظر أن تنجز الكهرباء ما ذبنتها من واجبات. البقاء على هذا الحال مع بعد كل وزير صعب جدا. الشعب الشارع اليوم يغلي تجاه هذا التقصير الكبير، ويبدو أنه وكأنما هو متعمد. لذلك على البرلمان أن يمارس مهامه الحقيقية في استجواب وزير الكهرباء، وتحت أي ظرف أن يكون هناك نتيجة حقيقية تقدم للشعب. تبعات أو تركات الفساد ليس خاصة بالكابينة الوزارية لحكومة السوداني هذه يعني الحكومة، وإنما هي تركات أو تبعات قديمة. فملف الكهرباء هو شائك أمانة، دائما المواطن العراقي ينتظر أن يكون هناك تحسن بملف الكهرباء، لكن التدخلات الخارجية الخاصة بعملية استيراد الغاز، الخاصة بالضغط على المواطن، الضغط على ملفات أخرى، فبالتالي نشاهد أن هذا الملف لا يزال معقد، و أن الكهرباء كل سنة تزداد الوعود ولا يوجد أي حل. الكهرباء المشكلة التي يعاني منها البلد منذ عقود طويلة حقيقة، يعني ليست منذ عام 2003، حتى قبل 2003 الكهرباء لحد الآن هي المشكلة الكبيرة التي لم يحصل عليها المواطن بسبب ملفات الفساد الكثيرة التي عانت منها هذه الوزارة، رغم التخصيصات المالية الكبيرة التي أعطيت إلى هذه الوزارة. ويقال طبعا أنه المبالغ التي خصصت لهذه الوزارة قد تكون موازنة لدول كبيرة ودول عديدة يعني. لذلك أعتقد أنه ملفات الفساد هي السبب الرئيس في عدم إيصال التيار الكهربائي للمواطن العراقي. حياكم الله. أن لا تلهبك شمس تموز الحارقة، ولا تؤرق ليلك الحرارة، ولا يسرق التيار الكهربائي نومك ليلا، هذا يعني أنك لا تعيش في العراق. مليارات الدولارات بتعاقب الحكومات، لا حلول للأزمات. مشاكل تبدأ بالإنتاج ولا تنتهي عند التوزيع، وفي كل الأحوال أعذار أعذار وأعذار الوزارة دائما ما تكون جاهزة. تعاقدات عالمية واستعدادات استثنائية ووعود تتكرر بتعاقب المواسم، لكن لا نرى واقعا جديدا. أما المواطن فيرطمه سوء التجهيز ويظلمه سعر الأمبير، وفي كل الأحوال ما يتحمل هذا أو يعيش تحت رحمة ذاك. أكثر من 50 ملف فساد وتصريحات تطلق من داخل البرلمان العراقي مرفقة بطلب استجواب. من يقف أمامها؟ وهل هي إرادة بعض النواب؟ أم اجتهادات الكتل السياسية لو قرارات الرئاسة؟ وما بين الحديث والنوايا والمعلن والخفايا، لا نعلم من يبحث عن المصلحة العامة ومن يتجاوزها لمصلحته الخاصة. هذا اليوم ستكون مخصصة عن الطلب النيابي المقدم لاستجواب وزير الكهرباء وكل ما يدور في فلك الوزارة بعد تصريحات بعض النواب بوجود 51 ملف فساد وخلل في مفاصل هذا القطاع المهم، ورح نتناقش به مع ضيوفنا الأستاذ والمتخصص في مجال الطاقة الأستاذ عباس الشطري. حياك الله أستاذ. حياك الله أستاذ. أيضا معنا الباحث في الشأن السياسي الأستاذ زياد العرار. حياك الله أستاذ زياد. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. على امل ان ينضم الينا رئيس لجنه النفط والغاز في مجلس محافظه بغداد الاستاذ صفاء الحجازي.
أبدأ معك أستاذ عباس، باعتبارك متخصص في مجال الطاقة، خلينا نحكي بداية شنو مشكلة الكهرباء بالعراق؟ بالبداية شكرا جزيلا لقناتكم الكريمة وشكرا لأستاذ فرح ولجمهوركم الكريم. يمكن هي من أعقد القضايا والمسائل التي تؤرق الشارع العراقي والحياة في العراق هي موضوعات الطاقة الكهربائية، لكن يعني وكل السنوات الماضية الكثير تحدث عن مشكلة الكهرباء الرئيسية في العراق وأسباب متعددة، بعضها طرح على الجانب السياسي، بعضها طرح على الجانب الفني، بعضها طرح على الجانب الاقتصادي، بعضها تدخلات، بعضها فساد إداري ومالي، لكن كل هاي مجموعة هاي المشاكل هي قد تكون سبب رئيسي لتأخر العراق في الوصول إلى إنتاج مناسب وتجهيز مواطنيه بطاقة كهربائية مستدامة. صحيح انه بال 2003 انت كمتخصص حضرتك نعم. شوف احنا عندنا مشكله اداريه وفنيه لو عندنا مشكله سياسيه. لا هي تتضمن كثير من الامور، يعني هي صناعه الكهرباء بما انها صناعه معقده وادارتها معقده وشانها المالي معقد، فلذلك هي يعني كل هذه الاحتمالات هي وارده في تاخر انتاج الطاقه الكهربائيه. مثلا احنا بال 2003 بعد سقوط النظام كان إنتاج الطاقة الكهربائية تعرفين أكو تعثرات أيام الحصار الاقتصادي 3400 وكان سكان العراق لا يتجاوز 20 مليون. الآن الوزارة تنتج 27000 ميجاوات، لكن هاي 27000 ميجاوات أيضا تواجه مشاكل عديدة سواء في قطاع الإنتاج أو النقل أو التوزيع. المشكلة الأساسية الآن كما تقول الوزارة أنه هي قطاع التوزيع، وهذا قطاع التوزيع هو أساسا يعني أهمل فترات متعددة لأنه كل جهد الحكومي صار. شنو يعني قطاع التوزيع؟ يعني اليوم المواطن يقول لك شنو هاي؟ ليش المشكلة كلها بقطاع التوزيع؟ طبعا لازم يفهم المواطن أنه هي صحيح إحنا عندنا محطات إنتاج طاقة الكهربائية متواجدة وحلت أغلب المشاكل فيها من قطاع الصيانة وقطاع الوقود. كان عندنا يمكن مشكلة رئيسية مع الجانب الإيراني، الجانب الإيراني سهل كل التسهيلات والآن حلت هذه المشكلة فنيا وماليا مع الجمهورية العراقية والسيد رئيس الوزراء سعى في حلها وانتهى بحيث ما تخرج عندنا 5000-6000 ميجاوات. أي إحنا يعني إنتاج الطاقة متكامل لا بأس به، لكن تسويق هذا الإنتاج أيضا يواجه عقبات من ضمنها في قطاع النقل قد تكون عقبات قليلة، لكن في قطاع التوزيع هو الأكثر لأن قطاع التوزيع هو لامس المواطن. أنا أقصد في قطاع التوزيع المحولة الرئيسية أكو مشاكل فنية، أكو مشاكل إدارية، نعم نعم مشاكل سياسية، والمواطن اليوم يريد يعرف المشكلة وين أستاذ نعم عباس. صحيح. هسه خلينا نقول في قطاع التوزيع اللي لامس حياة المواطن اللي هو المحولة في الشارع والكيبل وكل هالقضايا. هذا يعني في السنوات السابقة والحكومات السابقة ركزت على قطاع الإنتاج ولم تهتم كثيرا بهذا القطاع. ليش؟ لأنه هي أساسا تنتج إنتاج عالي يكفي العراق، لكن تعثر الوزارات في وضع خطط مستدامة لإنهاء ملف قطاع التوزيع وأيضا التوسع السكاني وفي نفس الوقت العشوائيات اللي حصلت، هذا صار ضغط على قطاع التوزيع، وبالتالي الآن كل مشكلتنا اليوم تشوفينها أنه المواطن يشكو انه ما توصل له كهرباء، المحوله الفلانيه انفجرت، الكابل الفلاني انقطع، اللي كذا كذا. هذا ممكن اصلاحه في صيف او في شتاء او سنه كامله. لا هو هذا المفروض الجهد صحيح. يعني ليش ما صار استجواب السنه الماضيه او قبل الماضيه؟ ليش الان تركيز؟ مو احنا مخلي يعني نقول الحقائق للمواطن. لا يعني هسه اجيب لك بالتسلسل. يفترض انه هسه احنا مو وزير الكهرباء هو مسؤول فقط وزاره الكهرباء. كل الحكومات السابقة وين كان تركيزها على قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع؟ صرف صحيح صرفت مليارات الدولارات وقد تكون فيها نسب عالية صحيحة، وفنيا وديوان الرقابة المالية أكد أنه نسبة الفساد قد لا تكون عالية جدا، ولكن المواطن يقول لك الأعداد ما نسبة فساد عالية، وين الإنتاج وين التوزيع وين كذا؟ فحق يسأل، لأن إحنا كلنا مواطنين نعيش هذا. بس فهمني ليش أنت حضرتك طرحت تشكيك؟ ليش بهاي الحكومة نسأل وزير الكهرباء ونستجوب؟ إيه نعم. ليش وين المشكلة؟ لا هو حتى السنة الماضية ليش ما سأل وزير الكهرباء؟ ليش؟ يعني حتى الأزمة العام الماضي أقوى من الأزمة الحالية. زين لعد ليش؟ يعني ربما أسباب متعددة. واحدة من الأسباب يعني حتى انتقل له إيه يعني هسه خلنا نفترض أنه صار استجواب لوزير الكهرباء. طيب. وطرحت مسائل فنيه وكذا، اكيد هو الرجل راح يدافع والفريق الوزاري راح يدافع وكذا، ما اقتنع البرلمان بهذه الاجوبه، فما الفائده من الاستجواب؟ هذا واحد. اثنين صار انه الاستجواب ما اقتنعوا النواب باجوبه السيد الوزير، ما هو الاجراء اللي راح يقومون به؟ هل يتحمل وزير وحده يعني التخبط اللي حصل خلال هذه الفتره؟ طيب. يعني هاي واحد يخليها بالحسبان. استاذ زياد اجد الترحيب بحضرتك. 51 ملف فساد مالي واداري في مفاصل وزاره الكهرباء بحسب تصريحات نيابيه. شنو رأي حضرتك بهذه التصريحات؟ شكرا، تحية لحضرتك ولضيفك والمتابعين الكرام. 51 يعني رقم كبير، 51 ملف يتحدثون عن السادة النواب،
يعني معناها بأن الوزارة تحتاج إلى يعني أن يتم التحقيق فيها من الباب للمحراب على قولة المثل الشعبي يعني. طيب. 51 ملف فساد مو شيء سهل، لكن هي لحد الآن هي ملفات، يتحدثون عن ملفات وهي قد تكون صحيحة وقد تكون يعني مبررة أو غير صحيحة، وهذا يعتمد على التحقيق وعلى المتابعة من خلال المصدر التشريعي والرقاب الأول اللي هو البرلمان العراقي. لكن في الحقيقة الموضوع يتعدى فهم وتفكير من يقوم بعملية الأداء أو الوظيفة العامة في العراق. الخلل في موضوع الكهرباء خلل معقد ومركب، لكن علاجه سهل وبسيط جدا. دائما نتحدث عن المشاكل ونتحدث عن الإخفاق ونتحدث عن الكهرباء وأنه هذا الملف معقد وما تم حله. خل نذهب إلى الحلول، يعني إذا تسمحين خلي نقفز على يعني بعض المحاور اللي حضرتك محاضرتها، وأنا متأكد محاورك كثيرة وأنت إعلامية قديرة. خلي يذهبون إلى الحلول، خل تذهب الحكومة إلى الحلول. الحلول هي بيد القوى السياسية. خلينا نحكي بالحلول أستاذ زياد. القوى السياسية يعني الحل في المشكلة، المشكلة هي في القوى السياسية والحل في القوى السياسية. شلون المشكلة في القوى السياسية؟ لأنه هذه القوى السياسية تعتمد مبدأ المحاصصة في كل تشكيلة حكومية، وبالتالي الوزارة، وزارة الكهرباء كل دورة تكون إلى طرف أو إلى جهة أو إلى حزب، سواء كان هذا الحزب شيعي أو سني أو غير ذلك، وبالتالي ماكو خطة لإدارة عمل وزارة الكهرباء، تعتمد على ما تقدم وزارة التخطيط وما تقدم الجهات والهيئات الرقابية من تقارير دورية وتقارير سنوية، وبالتالي كل وزير يجي راح يصطدم بالملفات ونفس الملف، عدم التوليد للطاقة الكهربائية، وإذا انتهينا من التوليد عدم عملية القدرة على التوزيع. وحتى نكون منصفين، المشكل في العراق بالكهرباء بدأ عام 85، وعام 90 كان في قمة المشكل العام، بعد 2003 المشكلة أيضا واضحة وإحنا عايشين كل هذه السنوات. يجب أن تحل مشكلة الكهرباء بأن تخرج هذه الوزارة من المحاصصة وتوضع بأيدي مختصين يقومون بعملية إدارتها وفق برنامج يتم الاتفاق عليه وبالتعاون مع جهات دولية داخلية خارجية، استفادة من الخبرات العراقية، حتى ينتهي موضوع الكهرباء خلال دورة أو دورتين. أستاذ زياد، أستاذ زياد، ممكن نصدق واقع الكهرباء يتحسن في العراق وما راح نصدق ما تتفضل؟ يعني أنت تعرف كم يحتاج السياسيين العراقيين وقت لتشكيل هذه الوزارة، لاختيار المدير العام، لاختيار رئيس الوزراء، يعني أشهر وأشهر وقت سياسي. عاش تيدش، راح نقدر نتجاوز هذه. تمام، جبتيها من الأخير. يعني واضح من كلامك بأنه ما ممكن أن يطلعون الوزارات اللي تخص المواطن خدميا من المحاصصة إذا لا يتحدثون عن معالجة فساد ولا يتحدثون عن معالجة لمشكلة بشكل كامل. حلول وقتية، كل وزير يجي يسوي حلول وقتية، وبالصيف بالذروة عندنا السابع والثامن يصير مشاكل والناس تتذمر وتصير إشكالات، وجيبوا الوزير حتى نستجوبه، وجيبوا المسؤول الفلاني وجيبوا المدير. وانت شفتي حضرتك يعني لما لح رئيس الوزراء وتابع موضوع الكهرباء ميدانيا حصلت إنجازات محددة ومعينة بنسبة معينة، وتمت إقالات كثيرة. يعني أكو إمكانية للضغط وأكو إمكانية للإصلاح، لكن هذه كلها مؤقتة. بس زياد خلي نحكيها طق بطق، وبصراحة اليوم واقع الكهرباء يدار سياسيا لو إداريا وفنيا بداخل الوزارة، يدار فنيا من قبل وزير، من قبل وزير ومدراء عامين ووكلاء لا يمتلكون القرار بشكل كامل لتغيير واقع حال الوزارة، لأن هذه الوزارة مع الوزارات الأخرى تدار سياسيا من قبل زعماء المشهد وزعماء الكتل والمتصدرين بالمشهد العراقي. الموضوع أعلى من الوزير وأعلى من رئيس الوزراء إلى القادة. نعم سياسي، أنا أقولها بكل صراحة، الموضوع سياسي. ست فرح حصلت بعض يعني بعض الملفات اللي تخص حياة المواطن حصل بها تقدم، هسه السلة الغذائية شوية تحركت، هسه عندنا ملفين مهمين، عندنا ملف الصحة وعندنا ملف الكهرباء. إذا ما يصير تعاون على إخراج ملف الكهرباء وملف الصحة من المحاصصة السياسية ما راح يصير بها تحسن. لازم نطلع هذين الملفين اللي هن بتماس ويا المواطن، الخبز المواطن محتاجها والعلاج والكهرباء. ماكو دولة بأي دول العالم عندها نقص في ذن الثلاث مواد أساسية إلا الدول المتأخرة. أستاذ زياد، ليش الكتل السياسية تصر على عدم تحسين الواقع الكهربائي في العراق؟ شنو الغاية وشنو الأهداف؟ لماذا يراد للشعب العراقي أن يبقى بالحر وبالضيم وبالتعب؟
لا لا، هو مو الكتل السياسية يعني ما تريد الواقع يتحسن، لا، وإنما هي ما يعني من تجيها وزارة الكهرباء أو تجيها وزارة الصحة أو تجيها الوزارة الخدمية الأخرى تمشيها وفق رؤيتها هي، وفق رؤيتها. ولذلك الوزير يأتي مرشحا من قبل هذه الأحزاب وهذه الكتل. هي لا تريد أن تخسر وزارة ممكن أن يكون فيها نفع انتخابي، نفع سياسي، نفع اقتصادي، وهذا واقع الحال. لذلك أنا أقول أستاذ زياد، الله يخليك، أنت تعرف واقع الكهرباء بالعراق أكثر من مرة يحرك الشارع العراقي. صحيح. الناس ما تتحمل الحرب، معقولة كل الحكومات المتعاقبة ما فهمت الدرس؟ هسه أترك الصحة، أترك الغذاء، وفر لهم كهرباء أقلها شهرين. نحن نتحدث عن حزيران وعن تموز. احنا متفقين على الإخفاق في إدارة الملف، احنا متفقين على انه تتحمل الوزارة ومن بعد الوزارة الحكومة المسؤولية الكاملة عن كل شيء، عن كل شيء في قطاع الكهرباء، والمواطن غير مسؤول عن ازدياد نسبة الاستهلاك، عن ازدياد النسبة العددية للمواطنين، عن ارتفاع معدل الأحمال عن السنوات السابقة، ما مسؤول المواطن، يريد كهرباء، اكو حكومة واكو وزارة، لكن المختص يجب ان يتحدث بشفافية. المشكلة سياسية أكثر مما هي مشكلة تنفيذية، وأكثر مما هي مشكلة فنية في ظل زعامات سياسية لا تعتمد الخطط والمهنية واختيار الأكفأ لإدارة هذه الوزارة أو تلك. نعم أستاذ عباس، ايش قصر فيه فلوس على وزارة الكهرباء وما تحسن الواقع في العراق؟ يعني بالبدء الأستاذ زياد تحدث بالجانب السياسي وفعلا محق، يعني موضوع لما تخص تبحث به انه حتى المدير العام رئيس قسم وزير كهرباء لا يستطيع اقالته اذا كان لم يكن مكفوئا، يعني وهي احنا نعرفها، يعني عندنا معلومات حول الوزاره ونلتقي الاشخاص معينين داخل الوزاره يقولون المدير العام او الوزير ما يقدر يحكم، يعني مدير عام مثل غير كفو، لكن يفرض على الوزير، يفرض على الوزير. هو حتى الاستاذ زياد قال الجانب السياسي هذا هو المحاصصه، فايش يسوي للوزير؟ هو يعرف يعني يحاول قدر الامكان يعني يمشي وزارته، خب مو يعني فهذا جانب. اما تقولي لي انه ايش قد صرفنا وايش قد كذا وايش قد كذا، يعني احنا من البدايه قلنا اسباب متعدده لهذه القضيه. اذا الجانب المالي توفر الجانب السياسي قد يضايق، اذا الجانب الاشرافي فهمنيها واحده واحده. ايه؟ راح نجي على المالي بعدين نروح على السياسي. قد صرفنا فلوس على وزاره الكهرباء؟ وصرفت اموال كثيره. ايش قد؟ يعني جزء تجاوز ال 100 مليار اكثر. 100 مليار بس هذه الاموال يعني هي مو فقط لإنشاء محطات وكذا، أيضا تشمل الصيانات، تشمل الوقود. 100 مليار تقدر تهد المحولات الرئيسية من جديد؟ لا لا لا. 100 مليار؟ إيه شوف الستي. إيش قد نحتاج حتى؟ شوف الستي. هاي الناس مع الأسف، الناس ما تفسر هذا الرقم شنو؟ إحنا السعودية عندنا تحدث منظومتها الكهربائية كل 4-5 سنوات إلى 20 مليار، يعني كل تقريبا 10 سنوات هي صارفة 80-90 مليار، وهي أقل سكانا وأقل يعني قدرة من العراق. فالمبالغ قد تكون، نعم لا نذكر انه بعض الفساد حصل في هذه المبالغ، لكن لا اسمحي لي سيدتي، يعني لما يكون عندك انت انتاج يعني محطات 27000 ميجا واط، يعني هاي اموال هائله، يلا تقدر هذا حقق الرقم. في نفس الوقت الوقود المشترى احنا نشتري سنويا ما يعادل تقريبا 7-8 تريليون دينار عراقي بس وقود، هذا وقود محسوب وتحس بكم على سنه صار الوقود. الوقود العراقي غير لا يكفي. يعني شنو الوقود؟ شنو نوع الوقود اللي نستخدمه لتشغيل الكهرباء؟ وانت شنو انت انواع وقود تبغى يستخدم العراق؟ هسه احنا اللي جاي نستخدمه في مولد، يعني المحطات، يعني يستخدم الكرويد، يستخدم الوقود الثقيل، النفط الاسود، يستخدم ايضا الغاز، يستخدم انواع مختلفه، يعني الغاز احيانا يستخدموا مضطرين، يعني هذا اكثر استخدام. مو هي بتعرف فيها انه اكو محطات حراريه تشتغل على ممكن الغازيه نشغلها على الغاز ونشغلها على هي غازيه نشغلها على دائما نفط. تتحجج الوزاره بمشكله الغاز والغاز قاعد يحترق بدون اي استثمار. لا هو الغاز مو كل 20 سنه ما عرفوا يستثمرون هذا الغاز حتى يوفرون كهرباء ويقللون. هم الوزاره تستثمره غير وزاره النفط. وهذا مو مسؤولية وزارة الكهرباء. نسبة الفساد في الوزارات السابقة، وأتحدث عن وزارة الكهرباء، سمعنا قضايا فساد من قبل أيهم السامرائي اللي فر خارج العراق وغيرها وغيرها وغيرها. 100 مليار انصرفت في مكانها الصحيح، وهل الكهرباء العراقية تساوي الكهرباء السعودية؟ ديوان الرقابة المالية في آخر إصدار إلى قبل 4 سنوات برأ وزارة الكهرباء من الصرف في غير مكانه. زي. وهذا ديوان رقابة مالية، يعني خلينا نقول مو دقيق الرقم كلش، لكن لما يقول انه برأناها بالشكل، وبزمن الاستاذ حسين كعبي نائب رئيس البرلمان
يعني تحدث عن هذا الموضوع. الوزارة يعني أكو أموال أخفقت فيها وأكو أموال هي صحيح صرفت يعني. لكن وزارة الكهرباء بريئة من هاي. لا ماكو بريئة، هو ماكو وزارة بريئة. تقلت لي ديوان الرقابة. لا مو ديوان الرقابة سمو، إحنا قلنا بنسبة هو برأها، لكن كمواطنين نعتقد أنه بريئة جدا. لا أكو أكيد ملفات عبرات، أكو ملفات سمو. أنت قلتي أيام ساوى رأي مليارات يمكن راحت في وقتها. إذا ديوان الرقابة المالية برأ بعد أن هاي بعد هو الدولة تقول لك أنا برأت، وهاي قبل 4 سنوات وتحدثوا عن هذا الموضوع. تحدث بي أستاذ زياد، يعني حقيقة هو كله مناسب فعلا. يعني أنا ربما قلت الجانب السياسي، هو فسر الجانب السياسي لأنه مختص وإنما رجل سياسي. يعني قضية المحاصصة هي مؤثرة، فرض أشخاص معينين، في نفس الوقت قد تكون عقود داخل وزارة الكهرباء وراها جهاز سياسي تريدها. الوزير شو يسوي؟ يقدر يعني يفرض عليه، فبالتالي يمشي كل يعني الطرف. الوزير راس حاجة يعني، هسه أفهم من كلامك راس حاجة في المكان، ما يقدر لا مو راس حاجة قرار. الوزير يحتاج، الله يخليك تقول لي ساعة ما يقدر يبدل مدير عام، ساعة يقولوا لي يفرضون عليه موظف، ساعة يقولون ما يقدرون ما يقدر يرفض عقد. إذا شنو معنى ليش هو وزير؟ الوزير يعني وزير على حد ما تفضل به. وزير الكهرباء يعني هي الحكومة متشابهة، مثل السيد السوداني يحاول إدارة البلاد بطريقة توافق بين هاي الجهة وهاي الجهة وهاي الجهة حتى يمشيها نفس الشيء. عزيزتي ست يعني هذا الواقع السياسي العراقي اللي يقدر يغيره بيوم وليلة. يعني هاي قضية المحاصصة مفروضة في وزارات خدمية أو وزارات أخرى قد لا تكون بها مهتمة، لكنها بيعتبروها ماكو فايدة. الواقع السياسي ما راح احنا صار عندنا عروف التوافقية، عروف سياسي يعني. افهم من كلامك الواقع الكهرباء في العراق ما راح يتحسن؟ المواطن كل هاي ما يفهمها طبعا. يفهم راح يتحسن الواقع لو ما راح يتحسن؟ لا ما يتحسن، ما يتحسن الواقع. زين استاذ زياد، شنو راي حضرتك انه الواقع الكهربائي لن يتحسن في العراق؟ خليني بس اعرج على سالفتك، او يعني انه الكهرباء الوزير يقدر يحرك؟ ما يقدر يحرك، ولا تحرجينا وتدفعينا ونقول رئيس الوزراء هم مرات ما يقدر يسوي كل شيء. يعني مو السيد السوداني، السيد السوداني واللي قبله واللي قبله، اللهم يمكن يعني في فتره من الفترات كان احد رؤساء الوزراء لا كان قادر ان يسوي بقناعته كل شيء، لكن الاغلبيه مقيده ما دام عمليه توافق ومحاصصه طائفيه. هذه وزاره للسنه وهذه وزاره للشيعه، وهذه الوزاره الالف من السنه وهذه وزاره الالف من الشيعه. ما يكون نظام بالعالم هكذا تقاد به دولة. أستاذ زياد كلام يعني لا تشكوا، احنا نحكي برامج انتخابية وشكوا احنا نحكي برامج حكومية، وليش عندنا برلمان المفروض يتابع وهسه ما اعرف وين البرلمان عن كل هذا الموضوع. انت تدري طلب الاستجواب وقعه 51 ولحد الان ما ماشي بالبرلمان بسبب تدخل قوى سياسية ورفض جهة معينة بالبرلمان رفض هذا الاستجواب. يعني الله يخليك أستاذ زياد، لعد المواطن وين ينطوي وجهه بعد كل هذه التفاصيل؟ بالتأكيد القرار السياسي يفرض نفسه في كل مكان، بالبرلمان وخارج البرلمان. وأنا ده أتكلمش عن محاصصة، ده أقول لك يعني الوزارة تعطى على الاسم وعلى الطائفة. فبالتأكيد يعني تشوفين أنه مرات يمشي التواقيع ومرات ما تمشي، قانون مرات يظل بأدراج البرلمان سنة وسنتين وثلاثة، قوانين كثيرة وقت مرحلة من دورة لدورة 4 سنوات وترحل على بعدها، مو تواقيع نواب وطلب استجواب. ممكن هذا شيء بسيط بالقياس لأمور أخرى، لا موجود هذا الشيء موجود. الكهرباء الآن تنتج، السيد الأخ الضيف يعني نعم الكهرباء تنتج الآن ما يقارب 27 أو إلى 24 ألف ميجاوات. بس هاي شغلة الإنتاج، شغلة اللي يسوي عزيمة ويسوي أكل مال 50 وهو عازم 3، وين تروح بالأكل؟ وين توزع بالشارع؟ هاي الكهرباء الإنتاج، وين خطوط النقل؟ الخطوط الرئيسية الناقلة وينها؟ خطوط الجانبية. مجرد إنتاج الوزارة لهذا الكم الهائل من الكهرباء وعدم وجود خطوط للنقل، فهذا بحد ذاته هو ملف فساد. وين التخطيط؟ مو ديوان الرقابة المالية؟ وين التخطيط؟ وين التخطيط؟ وين التخطيط؟ وينه التخطيط؟ وينه من آني هسه أجي من هسه أنا يعني من أنتج كهرباء وأني ما عندي خطوط توزيع، شنو الفائدة؟ الفلوس مال الإنتاج وينها ست العزيزة؟ فلوس الإنتاج وينها؟ وين راحت فلوس الانتاج؟ هذه مو مصاريف من الدوله، مو من خزينه الدوله. انت تفهم هذه النقطه، انا افهمها استاذ عباس يفهمها، المواطن يفهمها، لكن
ديوان الرقابة المالية قال ماكو ذاك الفساد الكبير. لا هو ديو تقرير ترى مليارات على وزارة الكهرباء ويقولون طبيعي. لا ترى تقرير ديوان الرقابة كان للسنوات الماضية واعتقد هو لحد سنة 2013 او 11 ما اتذكر يعني انا مطلع يعني شفت بقت هالتقرير نشر بوسائل التواصل الاعلام واتذكر هو تقرير يتحدث عن يعني فترات سابقة. لكن الديوان الرقابة المالية يضع التدقيق للأرقام التي توضع بمستندات رسمية، أما الهيئات الرقابية اللي هي البرلمان والنزاهة والإعلام والجهات القضاء بشكل عام هذه اللي معنية بالتحقيق في كل شيء. في أكو هدر للمال العام يؤدي إلى ضرر كبير في الدولة، يصل حكمه إلى 15 سنة، يصل إلى 7 سنوات. فانت من تقول لي او يعني الكهرباء من تقول بانه انتجت 27000 ميجا واط، وشنو يعني وين 27000 ميجا واط؟ وين من يقعد وزير كهرباء مع اعتزازي بشخصه وبمكانته، من يقعد في مجلسه مجلس وزراء يستعرض لي تاريخ الكهرباء بالعراق، شو اسوي انا بتاريخ الكهرباء؟ الوزير يرسم سياسه الوزاره ويطبق ما يتفق عليه في هيئه راي، في هيئه مستشارين، في خطه الوزاره لسنه او لاربع سنوات، مو يشرح لي تاريخ الكهرباء. احنا كان عندنا هالقد وصرنا هالقد وصرنا هالقد، هاي سوالف ان احنا خلينا احنا الاعلاميين السياسيين الناس البسطاء تتحدث بها. الوزير معني بان يوفر ما يجب ان يوفره من وزارته، والا يقول ما اقدر يا رئيس الوزراء، اكو ضغوطات علي سياسيه، اكو مواقف علي صعبه. استاذ زياد يا وزير شفنا يقول ما على مر الحكومه فرح ما اتحدث عن وزير يعني وزير الكهرباء، انا ما اتحدث عن كل لك اي مسؤول قال لك ده تمارس علي ضغوطات واني ما اقدر، ما طلع رئيس وزراء يعني قال لك تمارس يعني علي جزء ضغوطات. من منظومه سياسيه، هو جزء من منظومه سياسيه، يعني اي وزير ما اتحدث ترى عن وزير الكهرباء فقط، انا اتحدث بشكل عام اقول بانه يجب ان يعني انا الاوان ان نخرج الوزارات الخدميه المعنيه بشؤون حياه المواطن اليوميه خارج التشكيله والمحاصصه الحزبيه ونطلعها برا. هنا 3 وزارات 4 اطلعها. استاذ زياد الله يخليكم، قدموا طلب استجواب، احترق البرلمان ما بين مؤيد وما بين رافض، واكو رفض من جهه سياسيه قالت وزيرنا ما يستجوب، وحضرتك تريد تكون الوزاره خدميه عامه بدون محاصصه. على الدوره الجايه انا مو هسه بدي احكي، على الدوره الجايه شنو راح تفرق اليوم المواطن يقول لك ايش راح تفرق الدوره الجايه عن هذه عن اللي قبل؟ لا المواطن يعرف بانه الحديث اللي احنا الان نتحدث به وحديث اللي بالبرلمان وخلف الكواليس يعرف بانه الحكومه الحاليه والحكومات السابقه هي حكومات توافقيه لا اكثر ولا اقل، تسعى ان تقدم شيء لكن واقع الحال والسيطرة السياسية تمنع الوزراء من القيام بواجباتهم بل حتى تمنع الوكلاء. يعني أنا تحدثت في وقت سابق وقلت وأقول الآن، الإصلاح يبدأ من الإدارة، من المدراء العامين، الإصلاح يبدأ بتغيير المدراء العامين، الإصلاح يبدأ باختيار المدراء العامين لأن هو المدير العام المعني بالتنفيذ، ومن ثم إذا أصلحت هذه المنظومة الكبيرة في الوزارات ممكن أن نتحدث عن إنجاز حقيقي في أي وزارة نريد نتابعها ونشوف عملها. زين أستاذ عباس، باعتبار أنه إحنا أيسة من الوطني، خلينا نرجع على المولدات. اليوم المواطن تحت رحمة أهل المولدات وتحت السعر اللي يخليه أبو المولد، زين ليش؟ سيدتي يعني أستاذ زياد أعتقد أجاز وأفاض يعني من الحديث، لكن إحنا نقول هذه المشكلة راح تستمر سنوات طويلة لو أكو حل قبل من أجل المولدات. حقيقة هي مو صعبة، لا المشكلة إدارية فنية مالية، كل هاي العوامل تعاضد وزارات دولة أخرى، الدفاع، الداخلية، حماية الكهرباء، وزارة النفط توفر وقود، خطة لأربع سنوات في قطاع الإنتاج والنقل والتوزيع مواكبة للبعض مع إجراء صيانات مع تحديث محطات مبلغ لا يتجاوز 5-10-15 مليار دولار خلال 3 سنوات، وممكن ينصرف على وقود نصرف هذا المبلغ. زين هذا ينهض لك بالمنظومة الكهربائية مع التزام المواطن وزيادة التعرفة والصناعي والتجاري سعر محدد إلى والمواطن السكني يلتزم بالترشيد تنحل مشكلة الكهرباء. 100 مليار ما حلت مشكلة الكهرباء، لا ما تحلها وقد لا تحلها أكثر سيدتي. احنا خلنا نحترم عقل المواطن من نتحدث له، من نقول له 100 مليار خليفة، ما هي 100 مليار هي مو فقط اسم، هاي 100 مليار محطات ثابتة وخطوط نقل وخطوط توزيع وصيانات ومصاريف. هسه ان شاء الله تنصرف 15 مليار ويتحسن الواقع الكهربائي فيما يتعلق شرط توفر هاي العوامل ان شاء الله. الوطنية بالكتت. هسه خلينا بالمولدات. هسه شلون نقتل المواطنين السنتين اللي قادمة على ما تتحسن الكهرباء؟ اليوم انت عندك واقع مولدات، ابو المولدة يفرض السعر اللي يريده على المواطن
وإذا يقول لك ما عاجبك افصل الخط، الجهات الرقابية وينها؟ نعم، هو هذا يمكن هسه أحد المشاكل، على الأقل في فترة الذروة، فترة الصيف القاسية. زين، بتعرفين الشتاء مو ذيك الاستخدام المولدات، يعني اولا يكون تاج طاقه، هي هم ضيم ماكل كهرباء بالشتاء صح. بس اهون من الصيف. نعم. الحقيقه المفروض الدوله تكثف جهودها الرقابي القوي. احنا العام الماضي حتى الامن الوطني نزل للشوارع وحدد السعر واغلق مولدات وقال هذا ممنوع وسدها للمولدات وحاسب مواطنين. السنه صار تماهل بهذا الموضوع، ما اعرف الحكومه ليش ما بذلت هذا الجهد، يعني ربما هي دفعت في اتجاهات اخرى حتى تنقذنا من جو الصيف. لكن خلينا نسوي لنا قانون، خلينا نسوي فد قرار بهذا المجلس الوزرائي يقرر انه اصحاب المولدات، شكرا لكم انتم تعاونون الحكومه في انتاج، في ايصال الكهرباء، في توزيع للناس، لكن السعر محدد كذا، ساعات التشغيل كذا، ومع تسهيلات حكوميه. استاذ عباس حضرتك عايش بالعراق وتعرف معاناه العراق، ليش الحكومه ما سعرت الامبير؟ هو من التزم بالامبير بس ما راقبته، ما راقبته ولا حد راح يراقب. يعني العام الماضي ليش راقب الامن الوطني السنه ما راقب؟ اليوم المواطن راح بلغ على ابو المولده ياخذ 18 او ياخذ 17000 على الامبير. وجو الامن الوطني وشالوا ابو المولده. نعم. المواطن وين ينطوي وجهه؟ لا مولده ولا ابو مولده يشغل الكهرباء. لا هو مو كيف راح يبقى تحت رحمه الوطنيه اللي هي اصلا ماكو، ويتقلى هو وعائلته. شوف سيدتي، ابو المولده قد يحاججك يقول لك انا اشتري غاز من الشارع، اشتري بالسعر السوق. اوكي، خلي الحكومه تسوي له في السعر معين، خصم معين. خلي تخفض على الاقل فتره الصيف. تذكرين في فتره السيد العبادي من انطى سعر مناسب لاصحاب المولدات في فتره الصيف 3 اشهر، وانقذتنا اكثر من سنتين اثناء الحرب مع داعش. ليش ما ترجع هاي الفكره انه احنا؟ استاذ عباس وين ده تحكي هذه الفكره راجعه؟ الامبير مسعر والغاز ده ينطي بنسب مخفضه من الحكومه ولهم حصه، وما حد ملتزم به، ما حد محترم لا المواطن ولا الحكومة. لا ليش التزموا قبل بالفترة العبادي؟ ليش ما التزموا؟ هو هنا السؤال. يعني معنا غير اكو تشكيلات الحكوميه ما تراقب، ما تحاسب، او المولده قد ابو المولده يقول له تعال اغلق مولدتك، قد يعطي رشوه يرجعوه، يعني هاي خليها بالحسابات. يعني خلي ممكن ينطي رشوه. ليش ما ينطي رشوه؟ ليش لا يعني طبعا ليش لا؟ شنو العراق يعني حال الفساد عام، يعني شو يسوي؟ فاحنا نقول مثلا هسه مو مثل برلمان يشرع قانون على ابو المولدات، لكن على الاقل قرار حكومي من مجلس الوزراء، صاحب المولده يكافئ صاحب المولده الملتزم ولا يكافئ ويحاسب صاحب المولده. وليش يلتزم؟ هو ماخذ فلوسه من المواطن بالالتزام. استاذ زياد خلينا نحكي على اهل المولدات، شنو راي حضرتك؟ وش قد تدفع انت لابو المولد؟ هل ملتزم ابو المولد بالتسعيره اللي خلتها الحكومه؟ لو لا يعني في الاوقات اللي ما بها ذروه وبها يعني تكون الوطنيه موجوده، لا والله ما يعني ما ننطي مجال لابو المولد، وتقريبا اكثر المواطنين يدخلون وياه باشكال. لكن الان المواطن انا اعتقد هو متعاطف ويا ابو المولد، لا تتصورين كل الحديث اللي يصير من منطقه لمنطقه يختلف. يعني اذا منطقه ما بها كهرباء خلال 24 ساعه 6 ساعات، يعني تريدين المواطن يروح يحتج على ابو المولده؟ ما يحتج عليه، يسكت يطلب 18 زين. 20 زين، واذا منطقه بها الوطنيه زينه وابو المولده ياخذ 18 على الامبير؟ هذا هنا مسؤوليه الرقابه ومسؤوليه المواطن بان لا يجامل، وعلى المواطن، على المواطن العراقي ان لا يخجل ولا يستحي من المطالبه بحقه، سواء من مسؤول او من صاحب مولده او من شخص عادي او من موظف في اي دائره. على المواطن العراقي ان يقوم بواجبه وان يواجه الخطا ويذهب الى الجهات المعنيه حتى وان كلف ذلك جهد ووقت ومشكله، لكن يجب ان نقف في مواجهه. استاذ زياد الله يخليك، رئيس لجنه النفط والغاز في مجلس محافظه بغداد الاستاذ صفاء الحجازي وعدنا يكون ويانا حتى نساله عن تسعيرات المولدات في بغداد. قفل تليفون الرجل واصلا ما رد لنا جواب، راح يجي ويانا لو ما راح يجي ويانا، وانت تقول لي رقابه. وين الرقابه بعد بالموضوع؟ هسه انت عوفي مجلس محافظه بغداد، شوفي باقي الاجهزه الرقابيه المعنيه بهذا الموضوع، المحافظه، الامانه. يعني انا طبعا اريد اتحدث وياك في عجاله، لان انا اعتذر من حضرتك، يعني اقدر هذا الموضوع. أي نعم، عندنا يعني لقاء. زين، راح اقول لك فشي، مو بس وزاره الكهرباء، كل الوزارات تحتاج الى اعاده نظر من قبل رئيس الوزراء، من قبل الجهات الرقابيه. الماء، وزاره الري، خلينا نقول وزاره الري تحتاج الى اعاده تنشيط. هاي التجاوزات اللي موجوده على الانهر، الموجوده على نهر الفرات، هاي الموجوده على نهر دجله، يجب ان تزال وان ينتهي موضوعها. الامانه، امانه بغداد محله من المحلات في منطقه
تبقى سنة كاملة ما تتبلط، والمحلات اللي مجاورها تتبلط، هاي المحلة فزعت ويا فلان النائب، وهاي المحلة فزعت ويا فلان بعضو مجلس محافظة، بس هاي المحلة بقت ما لها أحد، فخطية تبقى هاي بركي سنتين ثلاثة يلا يبلطوها. وزارة الصحة مستشفى بفلان منطقة يتم تأهيله ويجيبوا له دواء، وتطلع ورا أسبوع تجي يعطوك الوصفة ماكو علاج. ما احنا بحاجة إلى إعادة تدقيق ورقابة لكل دوائر الدولة، وبحاجة لأن نضع النقاط على الحروف ونقول إلى الجهات الرقابية وإلى دولة رئيس الوزراء يرجى إعادة النظر والتدقيق في كفاءة المدراء العامين ومدراء الأقسام حتى يستقيم واقع الحال في البلد. حياك الله، شكرا جزيلا الباحث في الشأن السياسي الأستاذ زياد العرار، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف المتحدث باسم وزارة الكهرباء الأستاذ أحمد موسى العبادي. حياك الله أستاذ أحمد. مساء الخير، حياكم الله استضافه جميع مشاهدي قناتكم. اهلا وسهلا. كنا نستضيفك حتى نتكلم عن مشاكل الكهرباء. اليوم هنالك طلب استجواب لسياده الوزير عن قضايا تتعلق بالفساد، عن اكثر من 51 ملف فساد من الملفات الثقيله جدا. شلون تلقيت هذا الخبر حضرتك؟ هل وصلك؟ مرحبا بجناب الدكتور احمد راسر. حياكم الله جميع مشاهدي قناتكم. انا اتوقع انه احضر لكن لو لوعك صحيه اليوم منعت من الحضور. ان شاء الله متواصلين دائما ان شاء الله. صحه وعافيه الله يبارك فيك. هذا اولا. ثانيا ستي، لازلنا نؤكد لوزاره الكهرباء في السودان بنفس سيد الوزير ونزولا باب الوزاره وتشكيلاتها مفتوحة للمراجعة ومفتوحة للتدقيق ومفتوحة للمساءلة من جميع الجهات، سواء كانت برلمانية أو رقابية أو قضاء أو نزاهة. بل على العكس، احنا طالبناهم أن يراقبون أن الأداء العام ويراقبون الأداء الحكومي بل وحتى المال العام والمشاريع لرصد أي مخالفات وأي مغادرات من الممكن أن نطلع بمعالجتها بمعيتهم هم جهات رقابية. وبالتالي ما عندنا مشكله اليوم ان نسائل على اي من ملف على اي مشروع على اي تخصيص. وزارتنا وزاره مفتوحه ترحب بجميع مراجعه للجهات الرقابيه. نعم استاذ احمد، بعض الجهات الرقابيه سواء في مجلس المحافظه او في مجلس النواب يقولون ابواب الوزاره مغلقه، ما حد يفتح لنا باب، ماكو تعاون. هذا افتراء لو صدق استاذ احمد؟ يعني أنا ما أريد أقول افتراء، بس أبواب الوزارة مفتوحة وعلى مد مصراعيها أمام جميع المعنيين حتى المواطنين. أنا أذكر للجناب الجزئية، يوم الخميس هو يوم مخصص لشؤون المواطنين والموظفين، وهنالك لقاءات مباشرة مع المواطنين، وأبواب الوزارة بها توصيات أن تفتح من الساعة 8 الصباح للساعة 1 الظهر. يوم الأربعاء هو مخصص لأستاذ النواب والحكومات المحلية، وعلى مدار اليوم ولغاية الساعة 8 مساء نستقبل البرلمانيين والحكومات المحلية وأعضاء مجالس المحافظات. يوم الثلاثاء هو يوم مجلس الوزراء، وتعرفين هنالك جلسة دورية لمجلس الوزراء يحضرها السيد الوزير. يوم الأيام الباقية حتى يوم السبت ويوم الجمعة، مضاف للجولات الميدانية التي ندأب نحن إليها سواء كان السيد الوزير أو أستاذ الوكلاء والمدراء العامين، جولات ميدانية للمناطق. اليوم هنالك ارقام ساخنه مفتوحه، هنالك ارقام شخصيه مفتوحه، هنالك تواصل مع القنوات اللي صعب عليه يوصل صوته بانه يوصله للقنوات، وهنالك تطبيق. هذا التطبيق اسمه وزاره الكهرباء، بمجرد اي مواطن يدخل على هذا التطبيق اسمه وزاره الكهرباء، ايقونه باسم وزاره الكهرباء، يدخل من جوجل بلاي، يدخل من الاب ستوري على هذا التطبيق، يقدر يتواصل ويا اي مسؤول، حقا للسيد الوزير، حقا للساده الوكلاء، حقا للادارات العامه، يقدر يتواصل مع اي مسؤول. والشكوى ترحل على منصه اور اللي هي تابعه للامانه العامه، تراقب من مكتب رئيس الوزراء ونزولا بحال عدم الاستجابه. طيب. انا بس كان بودي اذكر تتفرح جزئيه واحده. اي تفضل. اليوم جزئيه الاستجواب الذي يدب الى بعض الاخوه البرلمانيين وعلى اساس انه تعثر ملف كهرباء او خدمه منقوصه، هي اليوم نقصد خدمه الكهرباء. ما هو هذا الملف متدهور من 91، هنالك تراكمات واشار الى السيد رئيس الوزراء بشكل واضح، هنالك تراكمات ثقيله بهذا الملف دائبين على معالجتها بجزئيات وتستلزم وقت وتستلزم جهد. واحنا اليوم اطلعنا بمعالجات هي كانت امامهم، نحن يعني
نلتقي بلجنة الطاقة، بلجنة النفط والغاز، بلجنة النزاهة، بلجنة المالية بشكل أسبوعي، ونضع كل معطياتنا أمامهم وحتى أمام الإعلام. فيما عدا ذلك لا بأس، أبوابنا مفتوحة لجميع من يراقب ويدقق. طيب أستاذ أحمد، ممكن تحدثني عن آخر مشاريع وزارة الكهرباء فيما يتعلق بشبكات الإنتاج وغيرها من التطورات، توزيع، إصلاح الأعطال، كل هذه ممكن تحدثني عنها حضرتك؟ قبالت الخطة يعني الطارئة أو السريعة التي هي أطلقناها واللي نواكب بها ذروة الأحمال الصيفية. تدرين في بداية حزيران شهدنا ارتفاع درجات حرارة غير مسبوق، كانت الخدمة منقوصة بصراحة بسبب الأحمال الزائدة اللي هي كانت ضغط على الشبكات، واللي حتى ما قدرت المنظومة أن تواكب كإنتاج. الأول أن أطلقنا خطة، وهذه الخطة كانت سريعة وطارئة، تستلزم ما يلي: أن تعالج مشاكل التوزيع وتعالج الاختناقات الموجودة وتحقق استقرارية التجهيز، طبعا بمعزل عن زيادة ساعات التجهيز، أن نحقق استقرارية التجهيز. نسمع وتسمعين جنابتي كريم ست فرح، مواطنين يقول يا ما نرضى بقليلنا، نرضى بالساعتين بس، اعطينا ساعتين شويه مستقره، لا كل شويه تطفى اربع خمس مرات تطفى بالتجهيز. وهذا ما عملنا عليه، ما اطلقنا مرحله اولى لفك الاختناقات، واطلقنا مرحله ثانيه لفك الاختناقات، وكان جولات ميدانيه للمحافظات وللمناطق سواء الطرفيه او الوسطيه او حتى مراكز الحمل، كان اخرها زياره النجف اربع ايام. السيد الوزير بمحافظة النجف طبعا تنفيذا لتوجيه السيد رئيس الوزراء، طرحنا جملة مشاريع كانت تستلزم تأهيل شبكات التوزيع، نصب محولات إضافية، استحداث مغذيات، نصب محطات متنقلة بمراكز الحمل، ونصب محولات أوتو في المحطات التحويلية حتى نزيد قدرة يعني الاستيعابية للشبكة، وقدرنا نشكل غرفة عمليات لكربلاء والنجف والرابل. هذا طبعا الخطة الطارئة التي هي ما زالت مستمرة لحين انتهاء الصيف. لحين أقول خطة استراتيجية اللي بيها مشاريع محطات حرارية 10,000 ميجاوات، مشاريع محطات دورة مركبة 4,000 ميجاوات، مشاريع طاقة شمسية قرابة 7,000 ميجاوات، مشاريع ربط كهربائي جزء منه دخل للعمل، الربط الكهربائي الأردني والتركي دخل للعمل، نهاية السنة راح يدخل الربط مع الخليج، عندنا ربط مع السعودية جار تنفيذه، وعندنا ربط مع إيران فعال. مشاريع أيضا تدوير النفايات، اتفقنا مع هيئة الاستثمار وأمانة بغداد واختارينا مواقع حتى نصب مشاريع من تدوير النفايات، وأيضا هنالك مسعى لنصب محطة في محافظة واسط. أستاذ أحمد، أرد أسأل حضرتك بصراحة، ليش نوبات الكهرباء تيجي سبع ساعات مستمرة ومرات ولا دقيقة تيجي، أو تيجي دقيقة وراها تنقطع السبع ساعات؟ شوفوا ست فرح، اليوم ساعات التجهيز تختلف يعني اولا من محافظه الى اخرى ومن منطقه الى اخرى ومن يوم الى يوم، يعني او حتى داخل اليوم الواحد وخلال الساعات. ليش؟ اليوم انا ما حققت المنظومه، هذا كلش مهم سؤالك. ما حققت المنظومه اليوم 27500 ميجا وات، بالتحديد 27445 ميجا وات، واعلى حمل وصول المنظومه. وهو هذا الموجود اليوم، ما عندي لا محطة واقفة ولا وحدة توليدية واقفة ولا خط منفصل ولا محطة طالعة برا العمل، كل الطاقة اللي أقدر أنتجها هي هاي 27445 اللي بعد إيه؟ أكو مشاريع ما راح تكمل بيوم ويومين، إرادة سنتين وثلاثة. ليش التجهيز يختلف؟ ست هاي 27 المتحققة تدرين أكو أوقات ذروة، يعني وقت النهار مو مثل بالليل، يعني 27 يجوز تشغلنا بالنهار 2 بـ2 بس يجوز بالليل تشغلنا 4 بـ2 يجي دور. ليش اكو مرات 7 ساعات ومرات ساعتين ما تستقر؟ هذا دور شبكات التوزيع اللي هي اكو جزء منها يحتاج له مو معالجات، يحتاج له تاهيل شبكه. يا ست يعني انا وانت نتفق بعد شبكات التوزيع قديمه، يعني اليوم لو عندي 100,000 ميجا وات انا احكي على حاجه البلد اليوم 48,000، لو عندي 100,000 ميجا وات اكو مناطق تبقى تشتغل برمجه. طيب. اذا الوضع الحالي نعم. ليش؟ لان تحتاج تسوي شبكات توزيع نظاميه، اكو مناطق جديده واكو عشوائيات واكو استطالات واكو بنيان واكو عمران واكو تغيير جنس عقار، على كل احمال اضافيه على الشبكه حتى ارتبها لازم اسوي شبكه جديده. طيب وشبكه جديده انا ما عندي وقت، اريد اغطي خدمه بالصيف وبعدين اسوي شبكات. استاذ احمد بصراحه وسؤال ليس بعيد عن ملفنا، هل حضرتك ملتزم بتسعيرة أبو المولد عند الإعدام الوطنية والانقطاع؟ شخص؟ أي أنت الخطمة المولدة تبع حضرتك ملتزم بالتسعيرة
لو لا ابو المولد يفرض عليك ايضا اسعار مبالغ بها. والله بصراحه انا ادفع كل الشهر حال الناس، الناس ايش تدفع انا ادفع. اي ابو المولد ملتزم بالتسعيره الحكوميه، لو تدفع له اكثر من التسعيره الحكوميه. لا بالتاكيد مو التسعيره الحكوميه، اكيد اكثر من التسعيره الحكوميه المفروضه التي يقرها مجلس المحافظه اكثر. نعم. شكرا جزيلا المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي، نسأل الله لك التوفيق، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. إذا المتحدث باسم وزارة الكهرباء ما ملتزم بالتسعيرة، اليوم المواطن شو راح نقنعه أنه هذه حكومة مهتمة بالمواطن؟ سيدتي هو احنا يمكن تحدثنا ثلاثتنا عن هذا الملف طبعا بشكل تفصيلي وكذا. يعني من نقول الكهرباء هي قضية عقدية في العراق يعني مشكلة رئيسية ولا تعالج لأسباب متعددة وشرحناها وكذا. حتى موضوعة استجواب الوزير يعني أوكي برلمانيين رفعوا قائمة بأسمائهم، الطلب هو استجواب الوزير. طيب احنا مع استجواب الوزير إذا كانت صيغة ديمقراطية، ويجي السيد الوزير ويتحدث بالضبط على أرقام تفصيلية على الفترة اللي قاد بها الوزارة أو الخلل اللي كان سابقا قبله واللي صلحه الآن. لكن مو كل البرلمانيين هم ساعين في استجواب حقيقي للوزير الكهرباء، قد تكون عوامل اخرى، قد تكون اسباب شنية اخرى. شنو هي العوامل؟ يعني اكو ابتزاز سياسي، اكو الحصول على منافع. احنا تذكرين الوزراء السابقين صار عمليات استجواب وتحدثوا وكذا، وسربت اخبار انه كثير برلمانيين يستفيدوا من هذا. استاذ عباس، برلمان لا استجواب وزير، لا قدم له سؤال شفوي اي وزير، شنو كل الوزراء هسه عملهم 100% باختصار؟ لا هو اقول لك احنا كبلد ديمقراطي يطلبوا من السيد الوزير قد يحضر استجواب، لكن على الأقل البرلمان اللي يسأل هذا السؤال يسأل بشكل فني دقيق صحيح كذا، حتى يكون توفر جواب للوزير أو الفريق الفني اللي رافقه، مو فقط هو أنا أدفع بقضية الاستجواب للحصول على منافع وثم أسحب نفسي. يعني هاي ترى حصلت إحنا تجربتنا معروفة خلال 20 سنة. نعم. يعني كل هذا اللي حصل. أنا أشكر حضرتك جزيل الشكر المتخصص في مجال الطاقة الأستاذ عباس الشطري، حياك الله، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. قبل أن نروح لموجزنا الخبري خلونا نشوف أبرز ما جاء في منصة إكس بشأن ما جاء في كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله اليوم بعد هجوم المقاومة الإسلامية في لبنان بالطائرات المسيرة على الكيان الصهيوني. لنتابع. ننتقل إلى الموجز الخبري. السوداني يوجه بإغلاق مجسر الخضراء وتأليف لجنة تحقيقية في أسباب تعثر صيانته. مجلس النواب يصوت على مشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات ويرفع جلسته إلى يوم غد الأربعاء. الداخلية تعلن القبض على أكثر من 10,000 متهم وإحكام بالإعدام ل 140 مدانا خلال النصف الأول من العام الحالي. وزارة النقل تعلن الشروع في الخطة الخدمية لزيارة الأربعينية من الحدود إلى كربلاء المقدسة.
النزاهة تعلن صدور قرار حكم بالسجن غيابيا لمدة 6 سنوات على مسؤولين سابقين في مصرف الرشيد في كركوك. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.